أبو هريرة فرغ نفسه لطلب العلم ولسماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت على طريقهم، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليجعلني أتبعه، فمر ولم يفعل، فمر عمر فكذلك، حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي من الجوع، فقال أبو هريرة: قلت لبيك يا رسول الله، فأخذني ودخلت معه البيت فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالوا: أرسل به إليك فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. وكان أهل الصفة جماعة يقيمون في المسجد، هم أضياف الإسلام، لا أهل لهم ولا مال. إذا أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها شيئا، وإذا جاءته هدية شاركهم فيها. فلما قال أبو هريرة: فلما أرسلني إليهم وهم كثر والإناء صغير واللبن قليل، سأني أن أرسله أن أرسلني إليهم، فوكنت أرجو أن أشرب من ذلك اللبن شربة يتقوى بها بدني، وماذا سيفعل هذا اللبن القليل في أهل الصفة الكثير؟ ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا مجيبين. فلما جلسوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ يا أبا هريرة فأعطهم. فبدأ أبو هريرة يعطي أهل الصفة، يعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يعطي الآخر فيشرب حتى يروى، حتى أتى على جميعهم. ثم بعد ذلك ناولته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلي مبتسما وقال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاشرب. فشرب أبو هريرة. قال: فشربت. فقال: اشرب. فشربت. فما زال يقول لي: اشرب فأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإناء فشرب من الفضلة.